أهلا بكم في برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين إن كان عبر الهاتف أو من خلال تفاعلكم على منصات التواصل الاجتماعي حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية. يمكنكم المشاركة معنا عبر الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة أو من خلال رسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب. حرب التسريبات، نبدأ حلقتنا لهذا اليوم مع حرب التسريبات، حيث انتشر قبل قليل مقطع مصور لمحافظ نينوى السابق منصور المرعيد وهو يؤدي القسم بالولاء والطاعة لكتلة البناء التي كان يرأسها هادي العامري بعد استلام مهام محافظ نينوى، كما سبقه وزير الصناعة صالح الجبوري بأداء القسم لأحمد الجبوري المعروف بأبو مازن رئيس حزب الجماهير. ويبدو بأن هذا السياق العام لكل مسؤول يتسنم منصب ما بعد العام 2003 بأن يخدم رئيس كتلته وحزبه على حساب مصالح الشعب العراقي. دعونا نتابع هذا المقطع الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي في العراق. بالعهد إن العهد كان مسؤولا، صدق الله العظيم. أقسم بالله العظيم وبشرفي ومعتقدي أن ألتزم عند مباشرتي بمهام منصب محافظة نينوى بالتوجيهات والاتفاقات التي تصدر من تحالف بناء نينوى في مجلس المحافظة والكتل السياسية العاملة في نينوى بما لا يتعارض مع الدستور والقانون فيما يتعلق في شؤون إدارة المحافظة وأنفذها وبكل حرفية ومهنية وبدون تردد، ونقوم بها بكل تفان وإخلاص وألتزم بكل الشروط والتعليمات التي تم الاتفاق عليها، وفي حالة مخالفتي لأي منها فإني أتحمل كافة المسؤوليات التي تترتب على ذلك، والله على ما أقول شهيد. دعونا نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي حول هذا المقطع المسرب الذي انتشر قبل قليل وبدأ على منصة تويتر وبعد ذلك انتشر على منصات التواصل الاجتماعي. مؤيد يقول: يبدو بأن الحلف بالقرآن للولاء للكتلة السياسية أصبح سياق عمل في دولة الفساد والمحسوبية، وواضح بأن عصابات الأحزاب توصلت لهذا السياق لتكون بعيدة عن الواجهة لتنفذ سرقاتها وأجنداتها الحزبية الضيقة. أما محمد فقال: متأكدين ذولي خالين إيدهم على القرآن؟ شو ما رجفت إيدهم من دي يحلفون؟ معقولة واصلين هالمرحلة من الوضاعة؟ يقول محمد. أما مزاحم فهو الآخر غرد وقال: المشكلة قرا آية من القرآن المفروض من يسمعها يتعظ ويقول أني إيش جاي أسوي، لا هو إجا حولها لإيفاء عهد الكتلة مالتة، وين يوصلون بعد أريد أعرف، يتساءل متعجبا. محمد: الحلو يقسمون بشرفهم ومعتقدهم ويلتزم بأوامر الكتلة اللي جايبتها، يعني عند المنصب مجرد سوق سوداء الهدف منها مكسب مالي وتجارة عمل تعود بالفائدة للكتلة حصرا. نعم، طبعا هذا المحافظ منصور يعني هناك عليه ملفات فساد نشرت عبر وسائل الإعلام، منها ما تحدث بأنه في عام 2021 بأن محافظ الموصل السابق منصور المرعيد دفع مبلغ عشرات الآلاف من الدولارات وسيارة جكسارة كرشوة لكل عضو يصوت لانتخابه في مجلس المحافظة المنحل قبل توليه المنصب، وسوف نأتي تباعا على ذكر بعض ملفات الفساد حول هذا المحافظ السابق. معنا من لندن أبو علي، مرحبا بك معنا أبو علي. مقطع مسرب آخر لمحافظ نينوى هذه المرة وهو يقسم بالولاء لكتلة البناء التي كان يترأسها هادي العامري زعيم ميليشيا بدر، ما هو رأيك بهذه التسريبات أو هذا التسريب بالتحديد الأخير؟ يا الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك أخي. طبعا من يعني من أمن العقاب أساء الأدب. ماكو دولة، ماكو حكومة حاسبة وتحاكمة. هذا يعني يحكم يحلف بالقرآن
يقسم بالقرآن أن لا يكون أسيادة، يعني مو مشكلة يكون وطنه يكون شعبه ماكو مشكلة، بس أن لا يكون أسيادة، ويقسم بالقرآن أن يتقاسمون الكيكة. زين أنا أسأل القضاء، هذا مو احتراف صوت وصورة؟ زين أين القضاء؟ وين القضاء؟ هذا فائق زيدان يحكي له 24 ساعة بالقضاء، وين القضاء؟ هاي الساعة مو فيديوهات اثنين طلعت، واحدة على وزير الصناعة أعتقد، ها؟ وهذا محافظ السابق نينوى. نعم محافظ. زين وين القضاء على هذا الاعتراف صوت وصورة أخي؟ نعم ما أعرف والله العظيم ما أدري، ناس مجرمين حرامية، عيناك عيناك السهر، يعني ما أعرف بكل وضوح. نعم زين أبو علي، أبو علي هذا المحافظ السابق عليه ملفات فساد، قيل بأنه قد استولى على الأموال المخصصة لإعادة إعمار مدينة الموصل بعد العمليات العسكرية، وقام بتحويلها إلى حساباته في مصارف دبي وشركاته واستثماراته في دول الخليج، وبدأ ببيع المقاولات للمقاولين مقابل نسبة 20% تدخل في حسابه بحسب ما تم نشره قبل سنة أو أكثر. أين القضاء؟ أنت الآن تساءلت قلت مو هذا المقطع صوت وصورة؟ زين أكو ملفات، آلاف الملفات موجودة في هيئة النزاهة، أغلبها لم يحقق فيها القضاء، ليش ما حقق بها برأيك؟ أخي القضاء مسيس، القضاء تابع للأحزاب، والأحزاب تابعين للدول إيران وغير إيران، ما يعني كل واحد لازم على الثاني ملفات أو مو بس ملفات، حتى فيديوهات إباحية، واحد لازم على الثاني. أخي بلد لازمي عصابات، لازمي مافيات، والله حتى المافيا مو هالشكل، لازمي مافيات. يعني أنا أرجع وأقول ما على الشعب العراقي عمي ثور، قوم أنت علي من ساكت، أستاذ فضل راح وصلوا العراق الهرج والمرج، ها وصلوا العراق للحضيض، والله يعلم إيش راح يصير بين الإطار الإيراني وبين التيار الإرهابي الإيراني، أما إيش راح يصير ما نعرف. نعم زين بعد هذه التسريبات برأيك راح يتحرك القضاء، خاصة مع الضغط الشعبي مثل ما أنت تساءلت وقلت وين القضاء، والعراقيين اليوم على منصات التواصل الاجتماعي يتساءلون وين القضاء عن هذه الملفات، راح يتحرك لو ما يتحرك؟ ما يتحرك. حازم الأعرجي هذا المعمم طب الصبح على أساس أكو قضايا فساد ما فساد، طلع الظهر زين ثلاث ساعات أكو حكم ثلاث ساعات. نعم. قضايا فساد بالملايين، مو بس فساد، قضايا إرهاب. هذا حازم الأعرجي الإرهابي أبو تيار الصدري الإرهابي. أخي ما يتحرك القضاء، القضاء يتحرك على ناس الفقراء، على ناس العزل. هذا اللي يبوق له 1000 دينار، اللي يبوق له 500 دينار، هذا يتحرك. نعم. القضاء. نعم أنا أشكرك أبو علي من لندن، كان معنا عبد الرزاق من بابل، أرحب بك معنا عبد الرزاق. تسريب آخر صوت وصورة لمحافظ نينوى السابق وهو التابع لكتلة البناء التي كان يترأسها زعيم ميليشيا بدر هادي العامري، وهو يقسم بالولاء والطاعة لهذه الكتلة وبعدم مخالفة ما تريد هاي الكتلة. رأيك بالموضوع عبد الرزاق من بابل؟ أخي عبد الرزاق تسمعني؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال مع عبد الرزاق من بابل. يعني كما أشرنا بأن هناك ملفات فساد، طبعا هذا المحافظ إجا بعد المحافظ الأسبق العاقوب، اللي كذلك نوفل العاقوب، وكذلك كان متورط بملفات فساد كبيرة، وكما أشرنا بأن اللي ظهر بالفيديو منصور المراعيد هو يعني متورط بملفات فساد، وهذا المحافظ يعني علي الملفات من ضمنها الأموال التي خصصت لإعادة إعمار نينوى بشكل خاص من قبل دول
عربية ودول أجنبية ذهبت في جيوب الفاسدين. نعم، معنا اتصال كريم من كربلاء. كريم، شفت المقطع، مقطع اللي يحلف به محافظ نينوى السابق منصور؟ يا ريت تسمعني، يا ريت تسمعني من التلفون وتنص التلفزيون للأخير. كريم، كريم تسمعني؟ كريم، كريم هناك خل... نعم كريم، إذا نص التلفزيون حتى أفتهم عليك. جماعة هاي إذاعتكم أحترمها وأحتج بيها لنطلع الحقيقة. أسمعك كل زين، أسمعك. تفضل كريم. فهو بس هذا ليش؟ ومو الكعكة وغير الكعكة، هو العراق تقاسموه وباعوه، مو بس هذا. نعم، أكو واحد ما يعرف بيهم عندهم فساد، يا هل مو فاسد بيهم؟ نعم، يا هم ما بيهم عندهم فساد، بس هذا هو. أسمعك كريم، استمر استمر، عوف التلفزيون. ايه كريم، نص التلفزيون أرجوك، نص التلفزيون للأخير. كلها ذهب ويطلع برنامج ويطلع وقال فلان وقدر فلان وهم حراميين. نعم، زين، هم كلهم يصيحون الفاسدين الفاسدين. من هم الفاسدين؟ من هم الفاسدين؟ اعطونا واحد من الفاسدين، طلعوا وقولوا هذا الفاسد. شو يا عندكم شيء؟ ماكو، كل شيء ماكو. يا اهل يطلعونا الفاسدين، يطلع المالكي الفاسد، يطلع ذاك الفاسد، يطلع الحكومه ذاك رئيس البرلمان فاسد، يعني يا الفاسد. هم قالوا لنا يا الفاسد، مهلا نطلعه، مهلا نطلعه. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ما يضلون، ان شاء الله بقوه الله والحسين ما يضلون ان شاء الله. نعم، برايك يتحرك القضاء على على هاي الملفات؟ يعني هاي من تطلع صورة وصوت بأنه يقسم، وهذه وحدها هي مخالفة دستورية وقانونية، من يقسم للكتلة ولا يؤدي اليمين الدستورية إلى الوطن كما هو متعارف عليه، هل القضاء راح يتحرك ويحاسب هؤلاء؟ من يحاسبهم السادة؟ هو من يحاسبهم؟ هم 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 حرامية، من يحاسبهم؟ هسه تيار الصدر حاسبهم على الفساد، قلبوا عليه، قلبوا عليه. السيد شو سووا حده؟ احنا مفروض ننتفض، ننتفض حتى السنة اخواننا، ننتفض ضد ذول الفاسدين، لان ذول وطننا كلاوش كلاو لعبوي لعب، وسدرونا ايران وسدرونا مدري وين وين ما كان. والله العظيم دمار العراق هو من ايران. نعم، أنا أشكرك كريم من كربلاء كان معنا. معنا أبو مالك من أمريكا. أبو مالك، شفت المقطع اللي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي قبل قليل، محافظ نينوى السابق وهو يؤدي اليمين الدستوري لكتلته اللي كان يترأسها هادي العامري، رأيك بالموضوع؟ عيني أستاذ عمر، أهلا وسهلا بك. هذا محافظ الموصل، أولا تحية لك ولجميع. حياك الله، يا أهلا بك. هذا منصور اللي هو محافظ الموصل تابع. نعم، إلى كتلة بدر. والشعب العراقي ككل يعرف بدر ولاها علما، واللي رأسها بالعامري هو ذي الإيراني، ومطلوب من عنده مبالغ شهرية، لأن تعرف أنت حضرتك إيران محاصرة. وهذا جميع الفلوس اللي دا ياخذوها عن طريق الكتلة الأعضاء اللي تابع الكتلة بدور كلها تتحول لإيران. نعم، استغرب أنا من الشعب العراقي شلون ساكت على هالنائب هذا أو على هالكتلة هاي اللي هي ولا هم للعراق. يا أخي، هل الشعب العراقي غافل نايم ما يعرف هذا العامري المن تابع ودافع المن ولا المن؟ والله استغرب يا أخي على هيك ناس، يعني استغرب. معقولة الشعب العراقي وصل فيه للمرحلة هاي؟ وهذا أبو ثورة العشرين، أبو الوطنية. إحنا كنا بالمدارس نتعلم الوطن والمواطنة والولاء. نعم، كيف يمشون وراء الإنسان هذا اللي هو ولاء أمو للعراق؟ ولا إنسان الإيران أنا أمشي أأمن بيه وخليه رأسي كتلة هنا بالعراق؟
معقوله يعني هذا الحكي؟ نعم والله يا استاذ عمر يعني ما اعرف اللسان يعجز عن التعبير عن النماذج هاي. واني اشكرك. شكرا شكرا لك ابو مالك من امريكا. معنا ام احمد من النجف، مرحبا بك معنا ام احمد، تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا بك القناة في كل مستمعين. يا إن شاء الله يسلمك. الله يرضى عليك. كلامي أوجهه دائما أكرر وقلت أبو أكرر، ما زال عندي حيل وما زال والله ما أفقده. للي يقول مقتدى شو يسوي لهم؟ وعد هذا الكلام يا أبو، والله عيب من الشهداء، عيب من نفسك أنت. أجب عليك كلام ما سألت نفسك قبل لا تنطق هذا الكلام. مقتدى شنو اللي يسوي؟ والفيلم بعده ما مضى وانتهى وما احترق الفيلم ولا زال موجود. احنا ما سألت روحك وقلت مقتدى شنو اللي سواه حتى هيك ولكنه وحده ولكنه ما طل هاي 19 سنه ايه سارة اللي جاي تحكي وتسولف انت تولك اسم لك لك وزاره خير وكيل ذات الكريمه برضو ولا اللي على العراقيين مصيبه مصيبتهم يعني. زين ام احمد، هذا المقطع وهذا المحافظ هو تابع كان الى هادي العامري ويؤدي القسم لكتله هادي العامري على يعني هو شبيه بما جاء على لسان وقسم محافظ وزير الصناعه السابق اللي تابع لابو مازن. حضروني ترى صوتي تسمعيني، انت صوتك همي قطع، يا ريت تعاودين الاتصال بينا مره ثانيه. انا اشكرك ام احمد من النجف كانت معنا. نذهب الى ملف مهم ويتكرر منذ عام 2003 منذ الاحتلال الامريكي للعراق ولغايه اليوم، وهو تغييب عقول البسطاء من قبل المعممين واقناعهم بان وضعهم وحياتهم رغم الفساد وانعدام الخدمات هي افضل بكثير من غيرها. المدعو المعمم رشيد الحسيني المقرب من عمار الحكيم وبعض أحزاب السلطة يحاول إقناع البسطاء من الناس والضحك على عقولهم ويطلب منهم التنازل عن الحقوق والقبول بوضع العراق الحالي بحجة الحفاظ على وضع البلاد، وبين لهم بأن الوضع الحالي مع الفساد والسرقات أهون بكثير من الفوضى، وعلى الإنسان الواعي أن يتمسك بهؤلاء رغم وجود الفساد والسرقات للحفاظ على البلاد. دعونا نتابع تصريح المعمم رشيد الحسيني وهو يخير العراقيين بين الفساد وبين الفوضى ويطالبهم بالقبول بالفساد من أجل ألا يقع العراق بالفوضى، فلنتابع. ونحن يدور الأمر عندنا بين أن نعيش في فساد، أريد الجواب من عندكم أنتم، أن نعيش في الفساد أو نعيش في الفوضى، أيهما أولى؟ جواب أريد. فساد، خلي فساد، اللي يسرق يسرق، بس أنا أعرف وين أطلع وين أدخل وكيف أتعامل. أما الفوضى تعرف يعني ماذا؟ يعني ما تسلم على فلوسك، ما تسلم على عرضك، ما تسلم على بيتك، ما تسلم على نفسك، ما تسلم على شيء. فوضى عارمة. فنحن بين فاسد وأفسد. الفاسد هو الفساد والأفسد هي الفوضى. فالإنسان الحكيم، الإنسان الفهيم، الإنسان الواعي ما يذهب إلى الحالة الأفسد والله حتى يتخلص من حالة الفساد. أليس الفساد هو يؤدي إلى الفوضى؟ تساءل العراقيون على منصات التواصل الاجتماعي. دعونا نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي. محمد يقول، طبعا هذا التصريح أثار غضب وسخرية العراقيين على منصات التواصل الاجتماعي، ومنهم من علق وقال كمحمد يقول يعني بهذا المعنى كتب على العراقيين العيش بين المطرقة والسندان، وليس من حق شعبنا الحياة الحرة الكريمة وجميع المواطنين متساوين بالحقوق والواجبات. أما عباس فقال منطق ودين اللي صرف لهؤلاء المعممين الذين عاثوا في البلاد جهلا وتخلفا وفسادا، تلقاهم استفاد من الفساد لذلك يؤيد الفساد. كلنا عشنا فترة الفوضى بعد 2003، ملاحظة مهمة، وكانت الأوضاع
أفضل من الآن. أما حيدر فقال وما هو الفرق بين الفساد والفوضى؟ معقول هذا الكلام؟ أنت بهذا كلامك جاي تعطي مبرر للناس وللحكومة بسرقة المال العام. سعد هو الآخر علق وقال يحاولون تخويف الناس بالفوضى اللي ما صارت إلا بفساد هؤلاء المعممين الذين طبلوا وزمروا لهذه الأحزاب الفاسدة التي أكلت الأخضر واليابس. فبسببك يا شيخ وبسبب سكوتكم عن الحق بل وبمساندتكم للباطل وصل حال البلد إلى هذا الحال بحيث تقولون اسكتوا وإلا الطوفان. نعم طبعا يذكرنا هذا المقطع بكثير من المقاطع، يعني منها ما قبل سنوات ما تحدث به كذلك أحد المعممين وقال يعني خليهم على زقاطاتهم على فسادهم على خربطتهم للحكومة ولا يرجع لنا نظام صدام حسين. بعدين بعد ما ساءت الأحوال هو نفس الشخص قال بدأنا نترحم على النظام السابق. طبعا لا يمكن أنه الواحد يرجع إلى الوراء، الناس والدول والشعوب تتقدم وترتقي وتتعلم من الأخطاء السابقة. وكذلك يذكرنا ما تحدث به الحسيني بما تحدث به جلال الدين الصغير قبل سنوات وهو يدعو الشعب لعدم أكل النستلة والتقشف، يعني كأنه النستلة هي التي أضرت بالاقتصاد العراقي وبحال العراقيين وليس الفساد الذي أوصلهم إلى هذا الحال. معنا اتصال من البصرة، أم ياسمين من البصرة، تفضلي أم ياسمين. أهلا بك أم ياسمين، تسمعيني؟ إيه أسمعك. تفضلي عيني. نعم لو تشوفني أنا 55 سنة معاون طبي بس على كيف على كيفش خلنا نفتهم شنو القضية. تفضلي. برلمان ترى أنا ما شايفني لا شايفني شخصية وأدب وأخلاق. أنا وقفت الجيران بزمن النظام وطلعته. ألو السلام عليكم. أسمعك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أم ياسمين. أي نعم. شلونكم خال بارك الله بيكم. الله يسلمك. الله يسلمك ويخليك عيني. أيه. الله يعطيكم العافيه. الله يعافيك. شوف انا بك البصره يا هلا يعني احنا عشنا ادب واخلاق. الله يسلمك. وحبنا للوطن، حبنا للبلد للبشريه. نعم. تغيرت مواثيقنا كلها، تغيرت اخلاقنا وادبنا. يعني شوف الجار يعني صارت احزاب، اكو حرام يقول انا حرامي، سارق يقول انا سارق. نعم. لا ماكو. لا ماكو. نعم. يعني ماكو خالص غيرنا. يعني هسه من قاعد اشوف انا هاي الوضعيه اصلا 55 سنه بهذا البلد سايسه بنيتي تروح ولعبه من جيراني بنتك وتبقوا مع بعض مع وياها يجوز صله اهلها ابوها مرت ابوها ما ادري بحيث بنيتي حرقوها بحيث اكو جاره تجي وتقول لي وشفت دفتر كاتبين رسائل وما ادري شنو وهذا الصوت هنا كانت اي ام ياسمين بس شنو قلت لي بنتك ما افتهمت ها شنو قضيتك بالضبط؟ بنتي ماتت الله يرحمها حرقوها بالبيت من حرقها؟ وهي سواها يعني هي اللي روحها بس انا تعرفني انا تعرفني بالصحه نعم. أنا اشتغلت حتى هم قبل بالهلال الأحمر. نعم. نقذنا نار أول ما دخلت أمريكا. من أن على أبو أمريكا؟ لا أبو أمريكا لا أبو إيران. بحيث باجي أنا صرف إيران رحل. يعني وهذا راح موضوع العراق يتدمر بها الشيعة وسني. زمن أوباما. هي هاي اللعبة وصديق. اليمن العراق سوريا شوف سوريا ما يستقر. نعم. سوريا ليش ما تستقر؟ هذا هو اللعبة. هي لعبة الهاتف. هذا كسرى وهذا الثاني مالك زين رئيسي. شنو قضية بنتك أم ياسمين؟ بنتي ها بنتي تخرجت معاون طبي. نعم. تخرجت خابرني الوزارة ليش شنو أنا هم معاون طبي خالة قديم. نعم. هم اشتغلت بالهلال الأحمر. نعم. يعني أنا لو أشوف لي أدب وأخلاق شفت بالتعليمي فترة راضي يسلبوني بالسقوط والدواء بناء من سقطة والعراق ما خليناهم يوصلوا المستشفى التعليمي. نعم. بحيث راضي يبقون سيارات إسعاف. نعم. رحنا ودونا
بالجمهور اللي احنا حافظنا على المرضى بحيث اكو ناس باقوا حتى فراش المريض. نعم. يعني هاي صار سقوط العراق من اجت امريكا وجابت الدول حاليا. نعم. ترى هي لعبه مفبركه. نعم. هو البلد مو الرئيس. نعم. هو دين الاسلام. احنا بلد عراقي بلد. نعم. شعب عربي. نعم. مو تجي لنا دول تسوي لنا. نعم. اسلام. نعم. مريض والله والله قال. نعم. يعني جار قام يبوق جاره. نعم. هسه بعد أزيد أزيد بالفتنة الطائفية نجحت ليش دمروا المحافظات شقد لك سنة وشيعة. نعم. وطاهم فلوس وجابوا لهم هذا ترى البغدادي هو لو شيشاني لو بنجلاديشي لو عمان الثاني. زين نرجع على موضوع بنتك. بنتها. نعم. بنتها هي أبوها تروح لأوكار. وشافوها تخرجت مع مصدقة برنوزة وين تربية قلت لهم هذي بالتحليل. قامت البنية تروح جيراننا عندها قراية. نعم. يمها تودي لها فناجي. وقامت البنية تطيح قامت بنتها تشرب من البيت وين ما أكل قالوا لي مشربة قلت لها يما لا ترحيل ولا هذا مع أن احنا نطبخ ونوزع وهذا. نعم. ذيك اليوم حادثتها رحت أجيب لها سيارة تدرس الجهال بالمنطقة والله. نعم. والله تدرسهم بحيث المعلمات قالوا يا درست يا سمين قالت لهم هي أم ربتها وجننتها تحت تجيب لها كيكات تجيس الحادث الشاب بروحة وطلعت الكب بالشارع ما حد انطفيه لما ما اجيت ادور بالاشياء لقيت مثل واحد طاب بيتي كاتب رسائل بان ما ادري شنو يعني رسائل محورين الكلام يعني انا هسه صفنت اسأل لما بنيه فاتت جيراني هاي سويدة تقول يا الرسالة يعني تذكرت بأن كلهم مشتركين وهذولي شنو هذولي كانوا جماعة ربحة يسموهم كانوا وين بالبر هم هذولي زين يعني يعني شو يعني هم حرقوها لو هي حرقت نفسها لو شلون الطفر من بيتكم يركض يركض وراح على بيت هذولي بيت يسموهم بيت زيارة أخوها سحار كان بالساعة ونصب على الناس ويقتل الناس وكتل هذا واحد هنا بن شرشي بن ماليك. نعم. وكتل واحد اسمه فرزق ولد مسلم يعني شو أقول لك سني هم شنو عبالهم أنا يعني مثل ما تقول هاي خلنا أقول لك سنية من شنو مو شارك مترة يقتلون السنة. ها فبنيتي احترقت رحت وديتها المستشفى. نعم. العسكري المستشفى العسكري الماي وصخ. نعم. ما تجا وخليتها بالبيت وراها تتطور طبعوا بيتي باقوني باقوني تتطور تقاعدي باقوني. والله شنت رحت للزبير يا دكتور محمد الاسد يا ابو الاسلام زين ما اشتكي بس لحد هذا الان هذا انا قلب. نعم هذا بياسن الكلام ام ياسمين هو 13 بال 2013 زين ما اشتكيتي؟ يا اشتكيت عودك والمركز هنا هذا مالتنا بالطويسة أنا بالطويسة خالص. نعم. بس أنا جارح بعد بيدي بعد شاف أخوها هي هاي إقبال هاي جابت واحد فتر خلو شركة سيارات أدوات. نعم. يمنى حواسم ينصبون على الناس. نعم. ينصبون على الناس. سيارات يبقون سيارات ذيك المحافظات ويجون هنا يبيعوها أنا صفر درايب جايبيهم خطية سيارة من سفة من الكويت جبت أوراق إلها وطيتهم مصر. نعم. 600 قلت لها درايبي اجا ولد جيراننا هسه هنا هسه يطبخ اسمه حميد ابو الهاي الشيء يسمونه هذا يطبخ عودك توافات كان يقول لي دير بالكم يا زلمه يقشرون عليكم قلت له شو هذا مو رجل يعني ما قدرت تشتكين بالاخير ما قدرت تشتكين لا ما قدرت بعد وين خذوا تقريرها بس انا حاشيت المركز واكو واحد ولد بشير هم يعرف بالقضيه. نعم. بشير ولد بالعسكريه شايفني قبل انا قال لي انت قبل جيران ايش طلعتي مدرس ساعدي. نعم. يعني مشيت ببريها شلت ببريها ورجعت بالطويسه انا بالطويسه الشرطه. الله يعينك ام ياسمين والله يحفظكم يا رب. ام ياسمين من البصره كانت معنا مستمرون معكم اعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقه ناخذ هذا الفاصل ونعود اليكم.
أهلا بكم من جديد. تتكرر مشاهد الفوضى بشكل شبه يومي، حيث لا أمان ولا سلطة في العراق. تعيث الميليشيات بالأرض فسادا وقتلا وخطفا دون رادع من السلطات والحكومة، هكذا يقول العراقيون على منصات التواصل الاجتماعي. وفي مشهد متداول على منصات التواصل، قال عراقيون بأن ابن النائب عن صلاح الدين بدر الفحل قام برفقة حماية والده النائب بمحاولة دخول أحد منازل المواطنين، وذلك بسبب انتقاد هذا المواطن لهم وللنائب بدر الفحل، في مشهد يعكس حجم الفوضى في العراق وممارسة سياسة تكميم الأفواه. فلنتابع هذه الصور. يا أخي قول يا الله أنت ما يسوي. نعم، نبقى مع مشاهد غياب القانون في العراق وانتشار المجاميع المسلحة التي تهدد العراقيين حتى في منازلهم، حيث قام مسلحون مجهولون بمداهمة منزل الناشط محمد الياسري وترويع عائلته وخطف أخيه إلى جهة غير معروفة بمحافظة البصرة. ويذكر بأن الناشط الياسري هو كثير النقد للسياسيين والفاسدين في محافظة البصرة. دعونا نتابع ما قاله والد الناشط في هذا المقطع. يصورون يا دبسيسي حتى يصورون أعمالهم طايح حظها. على جميع عراقي شريف يشارك هذا البث. قوة مال أحزاب طبت على بيتنا، روعت الأطفال وخطفوا ابن محاشاب الياسري وجاي يدورون على محمد الياسري. ضربونه، هانونه، دمرونه ذول الأحزاب. روعوا الأطفال وروعوا العائلة كلها. العراقي مع غياب القانون وكثرة هذه المشاهد. شيماء قالت الوضع مين سكت عليه بعد أبد اليوم، ذولا باشر السرة على كل واحد بينا. أما أحمد فقال دولة يتحكم بها نوري وقيس وعمار والحلبوسي، إيش تترجى منها؟ يعني تصير مثل دبي؟ يقول أما نجوى كم عائلة تروعت وما حد قدر يسوي بث؟ كم شخص أخذت الأحزاب عنوة من داره؟ بس هسة الحديدة حمت وبعد ما حد يسكت. أما سيف فقال هو الآخر العنف والتطرف صار الثقافة بهذا البلد. أي واحد تعارضه بفكر أو كلمة أو تصرف حتى لو كنت على صواب راح يستنفر حزبه أو عشيرته أو أي مجموعة تخصه وينفذ بحقك هذا اللي بالمشهد. معنا اتصال عبد الرزاق من بابل يعاود الاتصال بنا. مرحبا بك معنا أخي عبد الرزاق، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك دكتور. بالنسبة للسيد يعني يشجع الفساد ويقول أفضل من فوضى. نعم، يعني أنت تعرف كل زين الفساد هو يعني دمار كل شيء. نعم. يعني دمار الاقتصاد، يعني عندما شخص يمثل مرجعية وتعتبر قدوة يحث المواطنين على الفساد. أنا ما ألوم مش عن الجبوري من قال إحنا كنا فاسدين وكنا سراق بما فيهم المعمم. يعني اليوم هذا اعتراف ضمني من قبل يعني وكيل المرجعية بأنهم يشجعون على الفساد، حجة الفساد أحسن الفوضى. الفساد من يكون يا دكتور عمر؟ يجر الفوضى. نعم. بطل العراقي من على روحه يعني يحكي حكاية يكون بيته ويخلقون عد العائلة ككل. هذا هو الفساد. هذا الفساد اللي يقود للفوضى. فأنت يا وكيل مرجعية والناس السمي وصلت يعني ترفع من شأنكم ومن قدركم بأنه وصلت بأنه المرجعية المقدسة. يعني المرجعية المقدسة
يعني تقول للعراقيين تشجعهم على الفساد، مع كل الأسف مع كل أنا اللي أتمناه من كل مواطن عراقي نعم ونفسهم ويعرفون أو يراجعون تاريخ الحوزة حتى على مود يعني يعرفون حقيقة الأحزاب الدينية شلون تأسست وشلون تشكلت ولين خدعون أكثر ما زين. يعني عبد الرزاق هذا الخطاب هذا الخطاب من قبل هذا المعمم، يعني برأيك هل سوف ينطلي على العراقيين؟ يعني اليوم كنا نعرف بأنه الفساد هو يؤدي إلى الفوضى، وهو ما حاصل اليوم من الفوضى. يعني ما معقول اليوم أنت عندك محافظات الجنوب، خذ على سبيل المثال المثنى، أكثر من 50% من نسبة عدد المحافظة هم تحت خط الفقر. خذ على سبيل المثال المخدرات المنتشرة في المحافظات العراقية، خذ على سبيل المثال السلاح المنفلت والمقاطع اللي دا نشوفها يوميا، الاعتداء على الكوادر الطبية، خطف الناشطين، مقابر جماعية. هاي مو فوضى؟ لو شنو هاي؟ لو هاي سفر سياحية دكتور عمر؟ نعم. الدعاية الإعلامية للمرج نعم أو الحوزات أقوى من كل شيء. فشوفوا يعني يعني بالنسبة للخرافات مالتهم سايدة على كل الأسف. يعني خلينا أرجوك نعم حسب بالمذاهب والطوائف، لكنه خليني أحكي ويا أبناء جريتي، يعني هذا الكلام أخص ويا أبناء جريتي وأبناء مذهبي. يعني من ذاك اليوم لهذا اليوم يعني إحنا يضحكون علينا بمشروع المهدي عمر أستاذ دارس وفاهم بأنه مشروع المهدي هو أسلوبة عالمية، يعني جروا شو اسمه الأدارة في جنوب وأفريقيا بعدين بس المهدي هو يعني مو على المذهب الشيعي، وإلا إحنا كمسلمين نعرف بأنه المهدي هو آخر الزمان مثل ما بشر به النبي محمد، لكنه المهدي على وهذا هذا هذا أكبر خطأ. فاللي أتمناه من أبنائي يراجعون نفسهم وأن لا ينخدعون ويراجعون أكثر في تاريخ الحوزات الدينية منو اللي أسسها لأن السؤال حوز. نعم أنا أشكرك عبد الرزاق من بابل كان معنا. نذهب إلى ملف آخر وهو ملف جفاف الأهوار وأزمة الجفاف في العراق، خصوصا في الأهوار في مدن المحافظات الجنوبية والتي تحولت إلى كارثة تنذر بالقضاء على الحياة البيئية في أهوار العراق التي أدرجت على لائحة التراث العالمي والآن مهددة بالخروج منه بسبب الجفاف وتفاقم هذه الأزمة، حيث يشتكي سكان الأهوار من الإهمال الحكومي لمناشداتهم المتكررة بإنقاذ مواشيهم من العطش وعدم توفير الأعلاف من قبل الجهات من قبل الجهات المختصة، ويحملون الحكومة المسؤولية عن نفوق هذه المواشي التي تسببت بتراجع الثروة الحيوانية في أهوار العراق. سكان الأهوار يناشدون الجهات المختصة ويحملونهم مسؤولية هلاك مواشيهم بسبب عدم توفر الأعلاف وأزمة الجفاف. فلنتابع. هذا وفاء الحيوانات من الماجف من الهور، وأعلاف ماكو وماي ماكو، الماي خايس بالنهر وخايس السبب ما هسه الهور جفاف صار الهور جفاف كله، وهاي نتيجة الحيوانات كلها ماتت بالهور لأن الأعلاف ماكو. الكيس مال الطحين ب50 والكيس مال النخاله عطوله ب10 ب15000 وين يقاوم واحد؟ ما حد يقدر يقاوم. وهذا نتيجه الحيوانات قطع الثروه الحيوانيه. شنو طالبين؟ الحكومه تريد الماي، يريدوا يرخصون العلف، تها تكون العلف رخيص ما مات الدوابنا. هسه العلف علف واللي بدش السنه من جفف الماي. ايه شنو تحطت على الشاطئ؟ يشرب الماي حلو من الشاطئ علف 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 عليه طحين وتبن وخال. ما اعطيتني بعادريه هسه ستة هاي الوزن طن النخاله ب650 الطحين ب800 العسل وكيس ب40 يطلع ب800 منين نجيبه؟ التبن
هذا ما حد يشيله شي سنة 8 و9 جهاز الدولة هم تساعدنا، الدولة هم تستعرض من ورانا الحليب وتستعرض من ورانا صحيح من دارجة. في مشهد مؤثر، أحد مربي الجاموس ينهار بالبكاء بعد أن فشل بإنقاذ جنين الجاموس بعد هلاك أمه من العطش والجفاف. دعونا نتابع هذا المقطع. نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي مع جفاف الأهوار وموت المواشي هناك. دعونا نتابع هذا التفاعل. مرتضى يقول: مأساة والله، أغلب الناس باعت حلالها بسبب الجفاف. أما سيد سعد فيقول: إن عدمت الحياة في تلك المناطق بسبب السياسات الخاطئة من قبل المعنيين وأصحاب القرار. أما علي فيقول: ليش هذا الإهمال المتواصل من قبل الحكومة المحلية وصور نفوق الحيوانات بالآلاف نشوفها كل يوم هسه؟ إذا ماكو ماي وفروا لهم آليات يطلعون حلالهم، شوفوا لهم شارة، ساعدوهم بأي طريقة، ترى هذا احتقار متعمد للناس. حسين يقول: والله جريمة هاي، بس الفقرة راحت بيها، وخاصة إحنا أهل الحلال اللي عايشين على الله، ثم هن وين الحكومة خلت الشعب ياكل التراب. نذهب إلى أنفوغرافيك، حيث سلط قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية الضوء على فوضى السلاح في العراق، والتي باتت تشكل تهديدا لحياة المدنيين في ظل غياب الرقابة الحكومية. فلنتابع. بغداد. بعدما كان العراق بلد الأمن والأمان، أصبح ساحة للنزاعات العشائرية والانفلات الأمني وانتشار فوضى السلاح بفضل الميليشيات الولائية والأحزاب الفاسدة التي أفرزها الغزو الأمريكي منذ عام 2003. وصل انتشار السلاح في العراق إلى حد المتاجرة العلنية وعرضه على منصات التواصل الاجتماعي في ظل غياب الرقابة الحكومية وسيادة الميليشيات والأحزاب المرتبطة بها. وتؤكد جميع الدلائل أن أغلب التجار مرتبطون بهذه الميليشيات والأحزاب المتنفذة ويمتلكون القدرة على نقل الأسلحة عبر الحواجز الأمنية. انتشار السلاح أدى إلى اندلاع نزاعات عشائرية خلفت عشرات القتلى والجرحى في مدن وسط وجنوبي العراق، حتى وصل الحال إلى أن تستعرض الأطراف المتنازعة سلاحها في الشوارع وأمام أنظار القوات الحكومية دون أن تحرك الأخيرة ساكناً، كما حصل قبل أيام في ناحية الحرية في النجف. وفي الساعات الماضية أيضاً هاجم مسلحون منزلاً في منطقة الغدير ببغداد وأطلقوا الرصاص بشكل عشوائي وتسببوا بترويع الأهالي، كما اندلع نزاع عشائري مسلح وسط الأحياء السكنية بمنطقة الكمالية في بغداد في وقت تنشغل الحكومة بصراع أطرافها وأجنحتها الميليشياوية على المغانم والكراسي. ولا ينحصر خطر انتشار السلاح في العراق بزيادة عدد ضحايا النزاعات العشائرية، بل يتعدى ذلك إلى ترويع السكان في المدن المأهولة بعد أن تحولت مناطق سكناهم إلى مخازن لأنواع مختلفة من أسلحة وأعتدة تشهد انفجارات بين الحين والآخر ويذهب ضحيتها مدنيون. تجارة السلاح كغيرها من التجارات الممنوعة كالمخدرات والإتجار بالبشر، بل هي أكثر خطورة وفتكا بالمجتمع العراقي، مجتمع قد يتحول بسبب هذه التجارة إلى ساحة شبيهة بالغابة وشريعتها بعد أن اختفت سلطة القانون وسادت سلطة البنادق ودبلوماسية الصواريخ، كما يحلو للمبعوثة الأممية جينين بلاسخارت تسميتها. تفاعل عراقيون على وسم مناهضة العنف ضد المرأة على إثر المؤتمر الذي عقد في العاصمة بغداد بحضور رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الحكومة الكاظمي ورئيس البرلمان الحلبوسي وشخصيات من الكتل السياسية، حيث تناول أغلبهم في الكلمات التي
أسندت لهم الحديث عن الأحوال السياسية في البلاد، متناسين المرأة وما تعانيه من ألم من فقدان المعيل أو تلك التي يقبع زوجها في السجون الحكومية. من هذه التغريدات ما قاله الصحفي العراقي عثمان المختار، يقول: مؤتمر لمناهضة العنف ضد المرأة في بغداد يشارك به الكاظمي وبرهم والحكيم على بعد 40 دقيقة فقط من مخيم نازحين ترزح به آلاف العراقيات منذ سنوات، يرون يوميا شتى أنواع الانتهاكات والابتزاز والإذلال بينما تحتل الميليشيات جرف الصخر. لن تجد هذه السريالية إلا في العراق. الصحفي معتز يقول: عمار الحكيم مسوي مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة، زين المرأة بالعراق من قتلها غيركم؟ منو سلب حقوق الخريجات وقمعهن؟ منو قاعد يساوم النساء بشرفهن على المود التعيينات؟ منو يدير الملاهي والبارات والأماكن اللي تستغل النساء مقابل المال؟ يقول: بالكرادة والجادرية، وهن معروفات المنتابعات. أما عصافة يقول: اليوم الموجودين في مؤتمر عمار حول مناهضة العنف ضد المرأة أغلبهم يرغبون بالعنف ضد التيار الصدري، ألا يعلم المجتمعون بأن من أسس العنف ضد المرأة هو فقدان الزوج؟ العنف ليس شرطا أن يكون ضرب، إنما عنف الحياة بعد فقدان المعيل هو الأكثر تأثيرا. الأرملة تتعرض لضغوط الحياة بشكل مفرط. سوسن تقول: مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة تكلموا بكل شيء بالانتخابات والأزمة السياسية والمظاهرات والحوار وما هو الأفضل لمصلحتهم ما عدا المرأة، فكانت غائبة وهكذا مارسوا العنف ضدها مرة أخرى. وإلى هنا أعزائي المشاهدين نصل إلى نهاية هذه الحلقة، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.